مع اقتراب توقيت الحجر المنزلي بولاية تلمسان، شرعت السلطات إلى تنظيم عملية تعقيم وتطهير مست مختلف شوارع وأحياء المدينة. احنا قسمنا على 14 مقاطعة، وكل مقاطعة كلفنا بها مؤسسة اللي تقوم بالتغطية تاعها بتعقيم هذه العملية، سواء بالشاحنات ذات المضخات لتعقيم الشوارع والساحات العمومية، بالإضافة إلى المضخات اليدوية أو المحمولة لتعقيم المؤسسات المستقبلة للجمهور. العملية هاته شاركت فيها عديد المديريات الولائية ومؤسسات أمنية إلى جانب فعاليات المجتمع المدني. سخرت مديرية الحماية المدنية لولاية تلمسان عتاد يتمثل في شاحنتي إطفاء من الحجم الثقيل سي سي وسي سي اف ام، إضافة إلى 4 شاحنات من الحجم الصغير. قوموا بالتعقيم ونطويو لافيل تاعنا، الولاية تاع ولاية تلمسان رانا نقيو فيها يوميا، ورانا نقيو في ليكارتي، ورانا نخدموا كمجتمع مدني وكشعب، رانا هنا باش نعاونوا الدولة تاعنا. هذه العملية مستمرة من أجل تعقيم وتطهير مؤسسات تربوية ومرافق عمومية.